sein Licht in mein Gesicht, mein heißer Schrei. سجل حتى الآن في لقاءات الدورة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الأول الهدف الأول لفائدة أولمبيك خليج أمام اتحاد طنجة، والهدف الثاني لفائدة الوداد أمام اتحاد ورقة. محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، محاولة خطيرة والهدف، الهدف لفائدة الجيش الملكي بواسطة لاعب أرمومن. الهدف لفائدة الجيش لفائدة الجيش الملكي بالفعل بواسطة لاعب أرمومن اللي وقع الهدف في الوقت اللي التمريرة كانت ممتازة من اللاعب على ما اعتقد القديوي. هدف في الموضوع ديال فريق الدفاع في الدفاع رجاء البيضاوي من جهه الحمر اللي هناك الدفاع الخطي ما كانش في خط مستقيم، والاندفاع ديال الحمر هو اللي خلى الفجوه لفريق الجيش الملكي انه يمر من جهه اليمين. هذه هدف او اصابه اللي غادا تعطينا لقاء اخر، لان فريق الرجاء كان يلعب بارتياح، كان يلعب من اجل التعادل. الان المهمه صعبت على فريق الرجاء البيضاوي بالنظر للهدف للصفر، فالبطوله هي الفريق الجيش الملكي. فريق الرجاء سيحاول تدارك الموقف من خلال المرتدات الهجوميه. نعم، مباراه مفتوحه الان، لحد الان مفتوحه، ممكن
يحاول الفريق أن يحافظ على فريق نقطة واحدة على الجيش الملكي، ولكن في آخر أنفاس البطولة الوطنية في اللقاء الأخير اللي اعتبر نهاية البطولة الوطنية، فريق الجيش يفوز هنا بمدينة الدار البيضاء على الرجاء البيضوي ويهدي اللقب بأنصاره ومحبيه. هنيئا للرجاء كيفما كان الحال، هنيئا للرجاء كيفما كان الحال بهذا الأداء الجيد بالنسبة للبطولة الوطنية. الفريق الذي يحتل الآن المركز الثاني وسيشارك في عصبة أبطال إفريقيا إلى جانب فريق الجيش الملكي. وننتقل لزميل صامد غيلان الذي يستضيف محمد أرمومن لاعب فريق الجيش الملكي. صامد غيلان. شكرا مستفى. محمد أرمومن، لأنتم مباراة كبيرة وتمكنتم من الفوز على فريق الرجاء البيضاوي بفضل هدفين سجلتيهم في بهداف البطولة وكذلك بطولة هذا الموسم، فشنو يمكن لك تقولنا على التاس ديالكم مع هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش الحسب كيف تحسوا رئيس الزملاء اللي عندهم مقابلة كبيرة، أرمومن سجل ولا ما سجلش، كنا جايين باش نديو نتيجة إيجابية نفوزوا في مقابلة هنا، والحمد لله سجل أرمومن وأكد أن البطولة تستحقها. وتالها الهداية الثابتة للاعب أرمومن اللي وعد أسرة اللاعب الزروالي من هذه المناسبة نترحموا عليه وشن هذه اللقب لعائلة الزروالي اللي كنا نتمناو يكون معنا في هذا اللقاء، ولكن القدرة الهية ياخذته منا والحمد لله تنهديو الروح ديالو هذا البطولة هذه وتنهديها انا من عندي تنهديها الهداية.